جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا تزوجت عليها فهل لوالدها فسخ عقد النكاح بيني وبين زوجتي أم ليس له ذلك؟ إذا لم تنقد معك واحتجت إلى التزوج فلا اعتراض عليك، لك أن تتزوج حتى ولو لم تحتج إلى ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فانكحوا ما قام لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. حتى ولو كانت زوجتك عندك وحالك وإياها على الاستقامة فلا مانع أنك تتزوج بثانية وثالثة ورابعة، لأن هذا شيء أباحه الله لك وليس لأحد أن يمنعك منه، إلا إذا كانت شرطت أن لا تتزوج عليها، ففي هذه الحالة لك أن تتزوج ولكن لها الفسخ، إذا لم ترضى فلها الفسخ، لكن ليس لها أن تمنعك من تزوج بغيرها. لكن إذا تزوجت بغيرها وهي قد شرطت عليك ألا تتزوج فإنه يكون لها الخيار، إما أن تفسخ نكاحها منك أو أن تبقى في عصمتك. نعم.